أهلا مشاهدي متابعي قناة شو تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد. وكالعادة ننقل لكم ما يقع بمدينة الدار البيضاء في الفترة الليلية الممتدة من منتصف الليل وحتى الساعة 7 صباحا، الوقت الذي يلتحق بكم الزملاء ديال الفترة النهارية أو الصباحية. كانت تواجدوا بهذا الأثناء بمنطقة الحي الحسيني، الحي الحسيني أحد أعرق الأحياء بمدينة الدار البيضاء، واخترنا أن ناخذكم معنا في جولة بحي الحي الحسيني، لأن نزولا عند طلب العديد من المشاهدين لم يسبق لنا أن دخلنا لأحد الأحياء والمسمى سيد الخادر. غادي نحاولوا ندخلوا ونشوفوا ما يقع. سيد الخادر بالفعل كان حي صعيب، كان نقطة سوداء، لكن الآن على ما كنسمعوا على ما كنسمع قناة شوف تي في بأنه تحول إلى منطقة هادئة عادية، وكيف تشوفوا منطقة مؤمنة 100%، وكنذكروا الأمن والأمن حاضر في هذا الأثناء كيف كتشوفوا. سيد الخدير ما بقاش ذاك النقطة السوداء، كتبناها في العنوان إيه باش نعبروا الناس على ذاك الصورة اللي واخدينها على سيد الخدير، لكن سيد الخدير راه ما بقاش ذاك سيد الخدير اللي كتعرفوا. الناس عرفت ما لها وما عليها، والأمن في منطقة الحي الحسيني داير خدمته كيف كنسمعوا جميعا، خصوصا بعد قدوم أحد المسؤولين الأمنيين على رأس المنطقة، كيف ما سمعنا بأن كينصف مظلومين، كينصف الناس اللي كيرجعوا له. الحمد لله أن منطقة الحي الحسيني في هذا الأثناء كتنعم بواحد الأمن واطمئنان وثقة. وخليكم معنا في هذا المباشر باش نشوفوا ما يقع بمنطقة الحي الحسيني. حنا غير مكنغطيو على حد، اللي زوينة عتبان واللي خايبة عتبان. هذا المباشر، بقاو معنا نشوفوا ما يقع. عدد من المشاهدين كيتسائلوا علاش مشيت لهنا ورجعت، عاود رجعت لان تار انتباهي بان واحد شابه في مقتبل العمر وقعت واحد الشخص وهز شي حاجه، انا خفت يكون زعما شادها بالعنف ولا شي حاجه، داكشي علاش رجعت. انما ربما هي الزوجه ديالو ومعاهم الابن ديالهم والابنه ديالهم، ومتوجهين في اتجاه المستشفى الحسني. بقوا معنا ننقل لكم تفاصيل ما يقع بليل الدار البيضاء. كل ذلك بالصوت والصور.
نواصل الجولة ديالنا من منطقة الحي الحسابي اللي كتعرف واحد الهدوء وطمأنينة كيف كتابعو مباشرة على قناتكم شوف تيفي. سوداء ولكن سابقا الحمد لله ان منطقة الحي الحسابي فتحتنا كتنعم واحد من الطمأنينة لا سابق له، هذه بشهادة شهود وبشهادة الساكنة وبشهادة الناس اللي كيقطنوا في الحي من بعد المجيء ديال مسؤولين امنيين على رأس هذا القيادة ديال منطقة الحي الحسن. بالفعل كازا خاوية في هذا الأثناء، الناس باقيين مولفين الحجر الصحي والساعة غتمشي إلى 3:21 صباحا. يوسف التهلاوي قالك مالك غادي في داك الظلمة خويا؟ أنا كنشوف راني مخدم الضو، خصوصا انني لمت السيارة ديال الاضاءه، سياره جديده يعني كاين فيها الاناره قويه. إذن غادي نحاولوا أننا نفعل أثناء نقتحموا عالم سيد الخادير. هي هذه منطقة سيد الخادير، بقاو معنا تشوفوا ما يقع داخل هذا الحي اللي كيتعتبر من أحد أخطر الأحياء بمدينة الدار البيضاء سابقا، أما الآن فهو كينعم بأمن وأمان. هانتوما كيف كتشوفوا لا شيء يوحي بأن هناك أي خرق للقانون.
كيف كتعبوا معنا مشاهدينا الكرام. هذا هو سيد الخادير بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. إذن نطلب منكم مشاهدينا الكرام التعليق على هذا المباشر وتقولوا لنا من أي مدينة أو من أي دولة تتابعون هذا المباشر، وكذلك الناس اللي كانوا ساكنين هنا في هذا الحي وانتقلوا إلى مدينة أخرى أو إلى دولة أخرى كمهاجر مغربي، يقولنا لمن يبغي يوجه تحية ديالو هاد الليل عبر قناة الشعب، قناة شوف تيفي. ربما وصلنا للاخر، غادي نحاولو نرجعو. شوف تيفي كتدخل لكل المناطق وكل الأحياء بدون استثناء. الكلاب أعز الحيوانات عندي هي الكلاب. صافي صافي، الله يسامح الله يسامح الله يسامح. ياسين فارس، انا من المغرب، مرحبا بياسين فارس. عندنا بغيت تسمحوا لنا حتى تسمحوا لنا حتى نساليو هذا أو الرسائل ديالكم. نتمنىكم مشاهدينا الكرام ان تكون هذه الجوله نالت الاعجاب ديالكم. بقى
تلقاو معنا كتبوا الرسائل ديالكم المباشر باقي من السمر، غادي نحاولوا نوقفوا في شي بلاصه باش نقراو الرسائل ديالكم والاهداءات ديالكم مباشره على قناتكم، قناه الشعب، قناه شوف تيفي. إذا كيف قلنا أحد أخطر الأحياء سابقا، سيد الخدير كينعم بهدوء لم يسبق له مثيل. هذه ماشي أنا اللي كنقولها، كيف تابعتوا معنا منين الناس ديال الوقاية المدنية ما بغاوش يهزوا هذيك المتشردة، حنا درنا قمنا بالعمل ديالنا. أي شخص، أي موظف عمومي كيف ما كان الصفة ديالو، كنتقدوه إلى خل بالواجبات ديالو. منطقة الحي الحسني في هذه الأثناء كتنعم بواحد الأمن والطمأنينة لا مثيل لها، لأن بالفعل كانوا شي مسؤولين وتحيدوا وجاو مسؤولين اللي خدامين، والحمد لله الناس كيجي. انا عندي العائله ديالي هنا كتقطن هنا من الحي الحسني، كيقول لك بان الامن اللي كاين دابا ما سبقناش شفناه والحمد لله. اذا نحاولوا نقراو رسائل ديال المواطنين، او قبل من باش من باش من باش من كل حق حقه. كيقول لك الامن اللي كنشوفو دابا شفناه في العهد ديال، في الوقت ديال اللي كان واحد العميد ديال الشرطه سميتو عبد الإله الصوتي، نفس الأمن كنشوفوه دابا. الفرق ما بين هذاك المدة وهاد المدة ما كناش كنشوفوه الآن. على العموم الله يصوب، الله يهدي ما خلق. غادي نقراو الرسائل ديالكم مشاهدينا الكرام، واحد 5 دقائق ولا هادي ونزيدو. يلا على بركة الله. تحية جمال، خرج من الطوموبيل. شوفوا خديجة النعيم قالت لك خرج من الطوموبيل ودير لايف نشوفوا الامن واش كاين اولا لا. مرحبا اختي، نخرج من الطوموبيل وندير لايف ونبقى غادي وعادي، كاينش مشكل. باش غادي نقرا هاد الرسائل ديال الناس ونخرج من الطوموبيل. إذا كنتسناو الرسائل ديالكم. جلوان أمين من إيطاليا، مرحبا بالمشاهدين الكرام من إيطاليا. سليم فريد، فين انت دابا؟ أنا باقي في منطقة الحي الحسني. نتمنى ان الجوله في منطقه الحي الحسني تكون نالت الاعجاب ديالكم، والناس اللي كيقطنوا خارج المغرب وكانوا من الساكنه ديال هذه المنطقه انها تكون نالت الاعجاب ديالهم وفكرتهم بالاهل والاحباب ديالهم. نواصل. امين امين قالك سير بدك بغلف، يلا كنت بدك بغلف، هي ما درتش الله يهمنت ما، ولكن كنت بدك بغلف. لا تي شكون هذا اللي قال يحيدوا لك رجلك؟ شكون هذا اللي قال يحيدوا لك رجلك؟ ساعة المهم ما عرفتش سيكتو. زنوبة زينب بغا خطا عليك اصلا انت. لا لا ما تخافيش، لا
كيف كيقولوا بالدارجه مرضي والديه لا تخاف عليه. الحمد لله احنا مرضيين، والحمد لله احنا كنعرفوا بان منطقه الحي الحسني في هاد الاثناء كتنعم بواحد الامن وامان. ما كنمشي لشي بلاصه الا وكنعرف بان راه الجريمه انخفضت باقل من 0%. الحي الحسني في هاد الايام عندي العائله ديالي كيقنونا كيقول لك الجريمه مشات الحمد لله. سير فرح السلام زايا، شنو كاين فرح السلام؟ سير لي ساسفة، نقدر نمشي لي ساسفة ماشي مشكل. هي هو واحد القضية باش نكون واضح مع المشاهدين الكرام، راه ميمكنش نمشي في نفس النهار لي ساسفة، رياض السلام، رياض الولفة، راه ميمكنش. كل نهار غادي نخصو لواحد الجهة في المنطقة. اليوم كنت في الحي الحسني سيد الخادر، غدا نقدر نمشي لساسفة ولا نمشي لرياض الولفة، نمشي لشي بلاصة أخرى. رياض الولفة أصلا راه حنا دوزناها. رشيد الفاس، اجي البوسكو، واش كاين البوسكو؟ زنوبة، زينب، وي درية مسكينة، شنو داو معاها؟ شنو دارت؟ الحمد لله باقا في السبيطار. راكم شتو كيفاش اننا تابعنا هذاك اللحظة ديال لان جا الوقاية وللتذكير، وباش نصحو المعلومة، باش نوصلو المعلومة للمشاهدين الكرام. راه هادوك الناس اللي جاو في سيارة الإسعاف وما بغاوش يهزوها راهم تعاقبوا، عاقبتهم الإدارة أو المديرية العامة ديال الوقاية المدنية، عاقبوهم وأكيد عقاب غادي يكون صارم. والسيد راه في السبيطار والحمد لله الأمور عادية كتعالج كأي مواطنة، وحدات بغي عاية وتابعوها الناس ديال الأمن حتى دخلات. السيدة الحمد لله في الأثناء في أحسن الأحوال. كريم بن إبراهيم سير حي مولاي رشيد، وحنا دايما خويا كنديرو مولاي رشيد، حي مولاي رشيد، كنديرو حي مولاي رشيد. اليوم اخترنا أننا نبدلو الوجهة ونجيو لمنطقة أخرى، منطقة الحي الحسني، وجينا لسيد الخادر اللي كيقولو الناس بأنه بؤرة، بأنه أحد أخطر الأحياء. حنا درنا فيه أمور عادية، ما كاين حتى شي حاجة توحي بأن الجريمة منتشرة في هذاك الحي. الناس جالسين عاديين، أمور عادية، والحمد لله. بوحد الدوري مطرح كركسي والسبيطارات، عطينا خويا أي واحد عنده مشكل في السبيطار عطيه النمرة ديالي واتصل بيا، وماشي انا، اي زميل، اي صحفي او صحفية في قناة شوف تي في، عطيهم النمرة ديال شي واحد عنده مشكل غادي يلتحقوا به في اقرب وقت، وغادي يحاولوا انهم يكونوا الوسيلة ديال او السبب ديال حل المشكل. جلوان امين، انا من الزيرو قط. مجموعه واحد فاطمة زهير، أنا مت
شنو هي؟ معرفتش، كتابة ما هو رسالة ما واضحاش مزيان. دابا هاد سيد الخادي خطا محشومش هاد البطل، راه حنا شرحنا، راه حنا درنا عنوان من اجل جلب المشاهد، ولكن نوضحوا له بان سيد الخادي لم يعد كالسابق من احد اخطر، بل كينعم بامن وامان في هاد الاثناء. اذا المشاهد الكريم اللي كيقول محشومش طيح البطل سيد الخادي، راه حنا كنتعمدوا اننا نوضحوا الامور بطريقه غير مباشره. عماد الصمتي قال لك ماشي راجل قلبتي، ياك اخويا علاش قلبتك؟ علاش قلبتك؟ ياسين في الراس قال لك يشوف غير كومونتير ديال تيتيز. لا بعد ما راس كاع ما كنقرا الاسم. سمير سوس قال لك فاطمة قالت لك أنا متبعكم من كندا. سوانم مرحبا بالناس الجالية بلادك هادي، شكرا. كنسمح انني كنتفوه كيف كنقول، انا غني خدام الباه بالليل، واليوم خدمت في الحادثة السير ديال القنيطرة، ودابا باقي فايق مع المشاهدين الكرام لان الليل من اختصاص صديقكم الوفي كريم العلام. واش ولدات ولا ما ولداتش، الله اعلم. المهم باقا في المستشفى، اكيد ما غاديش تولد، لان كان اجهاض داك الوقت، كانت مخاض وكان اجهاض، وكان المهم داك الشيء كان كيطيح، لان هي كانت كتشم ولا ما كتشرب داك الماده ديال لانكولي كيف كنقولوا توريو، واش هي اللي اثرت على الجنين وطاح ولا. المهم اكيد ما غاديش تكون ولاده عاديه، هذا الشيء اللي كنشوف انا وما نقدروش ننقلوه بالكاميرا، لان ولات قناه تشوف ولات اليوتيوب والفيسبوك يعاقبوا وكيمنعوا المرور ديال هذا الشيء. انما ما يمكنش في اي حال من الاحوال ان هذيك السيده غادي تولد ولاده عاديه باي طريقه، ما يمكنش تولد. واللي نعاود ناكد عليه بان المسؤولين ديال الوقايه المدنيه راهم عاقبوا هذوك جوج ديال الناس اللي كانوا في سياره الاسعاف، كيتاسفوا على موقع، كيقولوا بان هذوك الناس ربما ما عندهمش كفاءه، ما عندهمش خبره، ولكن عاقبوهم وداروا ناس اخرين في سيارة الاسعاف اللي شخصيا كنشهد بالكفاءة ديالهم، ماشي كنشهد بالكفاءة ديالهم وكنشهد ب ولتذكير الناس ديال الوقاية المدنية، راه الا كان واحد ولا جوج داروا الخطأ راه ما كيعنيش ان الجهاز
فيه مشكل ولا فيه فساد. لا، الناس ديال الوقايه المدنيه انا كنقولها وكنعاودها، كنخدم معاهم يوميا صباح مساء، كيخدموا بواحد التفاني، بواحد الروح وطنيه، بواحد نكران الذات، بواحد كيسبقوا المصلحه العامه على المصلحه الخاصه بواحد الطريقه لا تتصور. راه الوقايه المدنيه ملي كتتصلوا بهم وكيجيو معطلين، راه ماشي هما اللي جاو معطلين، راه انا كان شتوني ديك النهار كيفاش هضرت عليهم، ولكن انا عشت معاهم وكنعرفهم شنو كيسواو. راه ماشي هما اللي كيجيو معطلين، راه الطريق اللي كتعطلهم، راه حركه السير اللي كتعطلهم، راه السائقين داك المتهورين اللي كيجيو قدامهم. اما الناس ديال الوقايه المدنيه غاني شفتهم كيفاش، اقسم يمينا الا كيقول لك منين كنطلق النداء انني نخرج نهز شي واحد طايح في الارض ولا شي عافيه ولا شي حاجه، ديما كنتخيل بانه خويا ولا با ولا مي كيتحرق، ولا خويا ولا با ولا مي ولا ولدي طايح في الشانطي في حاله حادثه سير، كندافع على حتى شي حد. راكم شتوني ديك النهار كيفاش هضرت عليهم، وكنقول بان هذوك الناس غالطين 100%، ولكن كاينين 99.99% ديال الناس ديال الوقايه المدنيه خصوصا في جهه الدار البيضاء السطات كيتفاناو وكيتقاتلوا على العمل ديالهم بواحد الطريقه لا تتصور. يلا نكملوا هذه الجوله في منطقه الحي الحسني. Continuous recording will now start. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.